تلعب، هنشوف هتتلعب ازاي اللعبه. الركنيه الثالثه لنادي الاسماعيلي اتلعبت قصيره وتصويبه وصدها تاني، والركنيه رقم اربعه. ركنيه رابعه، اربع ركنيات للاسماعيلي. اسماعيلي دليل ان هو اللي ضاغط، وادي الايام القريب المره دي الضغط على طول، وفي ايه مدي ضربه جزاء، ضربه جزاء لصالح النادي الاسماعيلي، ضربه جزاء محمد صابر. هنشوف مين اللي هيدخل يلعب، ومحمد صابر بيطلع اللعيبه بره، وضربه جزاء للنادي الاسماعيلي، والهاني سليمان رايح يتكلم. هنشوف هتتلعب ازاي، لسه الهاني سليمان فيها، وهنشوف هيلعب محمود متولي. محمود متولي على اللعبه، والهاني سليمان، متولي والهاني سليمان، وهتتلعب. بيشوف الارض كده، بيظبط بيظبط مره واثنين وثلاثه. محمود متولي، محمود متولي على اللعبه، كله مستني، كل الملعب مستني محمود متولي والهاني سليمان. واداله صابر الاذن اهو، بيظبط بيقول كله بره القوس، داخل متولي وهدف اول. محمود متولي والهدف الاول للنادي الاسماعيلي في الدقيقه 23، دقيقه 23 محمود متولي بيسجل الهدف الاول لنادي الاسماعيلي. اسماعيلي واحد الاتحاد لا شيء، بقدم محمود متولي. ادي اللعبه، وادي ضربه الجزاء سليمه، وادي محمود متولي داخل حاططها على يمين الهاني سليمان في نص الجول، وهدف اول للنادي الاسماعيلي. ادي ابو طالب والفرحه، هدف هيفرق هنا. هنشوف مكيده هيفكر في ايه، هنشوف ابو طالب العسوي هيفكر في ايه، لكن بقول لحضراتكم مباراه ما فيهاش عصبيه الثلاث نقاط، وبالتالي هتبقى فرصه للفرقتين يأدوا بافضل ما لديهم. نشوف ونتابع.